شباب حياكم الله، وين ما تكونون. طبعا هذا الديكور اشتغلناه بهالطريقه، اشتغلنا الديكور داخلي مو خارجي، لان استفادينا من الكوبلن الازاره نفس الديزاين ونفس الارتفاع، فما حبينا نخلي الكوبلن برا، فصار الكوبلن يعني خارجي والقصه صار داخلي. طبعا القصه الداخليه صار اصعب، ما خليك شلون القصه الداخليه باسهل ما يكون بطريقه سهله لك. تعال وياي، هذا شمعناه تمام، وهسه بس التحميل اللي نريده يعني اشتغله. شوف هاي القصة هسه اشتغلناها بهالطريقة، هاي قصة اشتغلناها بهالطريقة. بتيجي تقص الثانية بس هاي شكلها اشتغلت تمام. احنا قاصين نفس القياس 15 سنتيم، هذا نفس القياس 15. تعال جهبها هنا، تعال خليتها بهالطريقة، العف خليتها بهالطريقة تمام. هالطريقة خلصتها، شو تسوي؟ تحدد المسار ويا اختها تمام. هذا جانب، جانب هذا المسار تحدده ويا الابيض، بس انا اقدر اباعه ويا الابيض واجيبه تقريبا بالضبط للممارس بهالامور. واذا تريد تخلي عندك مسطره او قبان تخليه ويا بتاع شلون جبتي بالضبط ويا هذا المسار عندي، هذا الخط بين بهاو اذا بين هذا الخط تمام. هذا الجانب، الجانب الاخر والاهم تبقى نفس القياس نفس المراحل، بس تعال تعال هم طريقة عندك. هاي هاي عندك المسطرة تخليها ويا هذا الركن الحز، وهذا الركن الثاني شوفوا نفس الطريقة، هذا نفس السيابية مال هذا الداخل عمود، هاي تدخل جوا. احسب هاي الحساب مرمرة تمام. اخذ شنو؟ اخذ اتجاه الزاوية 90، هذا اتجاه وهذا اتجاه. شوف تخط هذا، بس تخط هالطريقة، خطينا هاي تبدي شو تسوي؟ تخط الجهة الثانية، هذا الجهة الثانية البندانة، هذا بالضبط صار قصك هذا وهذا نفس القياس، وتشتغل نفس الطريقة أسهل ما يكون. تحياتي.